الشكل العملي شويه هنلاقي ان برضو بعض الناس او العلم يعني هنلاقي ان اغلبيه للاسف يعني حالات يمكن اللي بتتعرض للانتحار بشكل ما او باخر يعني طبعا ممكن يكون هو عرضه لبعض الضغوطات النفسيه الخاصه اللي مش بيعرف يفرغها او مش بيعرف ازاي يتخلص منها مع حد متخصص، فده ممكن بيخليه يعني لاسباب كتيره جدا طبعا مش هخوض فيها يعني، بس من اهمها طبعا واكبرها الضعف، ان هو ممكن بيلجأ للطريق ده، وطبعا الطريق ده غلط جدا شكلا وموضوعا مضمونا بقى بكل حاجه يعني. لكن هنروح برضو للمنطقة التانية، ان الراجل دوره مهم جدا لما يعمل شيء مميز وشيء فيه انجاز كبير جدا لازم برضو نديله حقه، ما نقولش ان هو عادي، معلش الراجل بيتعب والراجل بيشقى يعني، ده انت شايل جواك اقصد ايه ساكت يا فندم. هقول لكم على حاجة، بصوا طبعا البنات والسيدات لما بيعملوا انجاز مختلف احنا كرجاله والله العظيم قبل البنات والسيدات احنا واقفين في ظهرهم وبنشجعهم، بنقول لهم كملوا المسيره وانتوا زي الفل ومية مية يعني، بتلاقوا الدعم الكبير جدا سواء كان من الازواج او من الابهات او من الاخوات او ايا كان المجتمع، حتى هتلاقي البعض مننا دايما بيدعم الدور الناجح اللي بتعمله المراه. لكن ده لا يعني ان الراجل ساعات بيقوم ببعض المهام الكبيره جدا، المهام الصعبه شويه بنلاقيها ان هي عادي كده اللي هو يعني انا شايف مثلا هاخدها على نطاقين، مثلا الراجل ممكن يكون بيتعرض لبعض المشاكل والضغوطات الماديه والعمليه وخلافه، ورغم كده مش بيحسس اهل بيته ان هو عنده بعض المشاكل اللي هي ممكن ما انا قلت ما انا بتكلم بتقولي زي ايه، بقولك دي حاجه ايوه الحاجه الثانيه لو هناخدها في نطاق الاخر برضو لو اخدناها بقى بشكل موسع واكبر، عندنا مثلا الراجل لو بيعمل عمل كبير زي مثلا المؤسسات اللي احنا فيها والقائمين عليها في الدوله هنا، هتلاقي اغلبهم رجاله بيقوموا ببعض المهام الكبيره جدا، بس برضو بتلاقي ان البعض ممكن يعدي الموضوع عادي. لا هو مش عادي، هو في حاجات بيتم انجازها لو في ست في المنصب كبيرة. لو في ست في المنصب في نفس المنصب اللي في راجل او خدته وبعملت اقل حاجه ممكن الناس بنسقف وبنشجع بالظبط، بس مع ان ممكن نسقف لكم برضو. لا هو الراجل ممكن بعد كده انت بتخوفيني ليه؟ ما تخوفينيش يا استاذ، اصل احنا بنسقف لها الحاجه الحلوه بتسقف سقفتنا امتى هنا في البرنامج الدراما؟ لا يا قليل قوي بس عشان ما ينفعش تسقف لكم، شفت كلمه الحق بتطلع بص يعني عشان ما ينفعش مش طول الوقت هنقعد نطبل. لا مش بنطبل خلاص. الله لا هو انا لما اقول لك حاجه كويسه ليكي انت عملتي شيء انا بقول لك برافو يا نوران وبشجعك عليه وبس، ده تشجيع. ايوه ده مش معناه انا مش بطبل لك. بشجعك يا فاروق. لا انت بتشجعيني بس انت كلمه حق بتاعت من الاول، خلي بالك انت بتغير الرأي ده، انت كنت من شويه مش انا بشجعه بقول له احسن واحد بيعمل فقره رياضيه. الله عليك ما شاء الله رياضيه في نطاق شغلنا، هعمل ايه اشجعه ازاي؟ لا يعني بس خيرك يا نور والله، بس برضو لا الحاجات بتمر كده عندكم. طيب خلينا نكمل كلامنا.